بعض الناس للأسف إذا سافر إلى بلاد هو غريب فيها أخذ يقلب عينيه فيما شاء من صور ومن نساء ومن محرمات ومن أمور منكرة، أهم شيء ما حد يعرفه، أهم شيء ما حد يشوفه. ألم يعلم بأن الله يرى؟ بعض الناس إذا جلس أمام التلفاز والفضائيات قلب عينيه في كل منكر وينظر إلى كل حرام ولا يبالي، فقط يمتع ناظريه ويمتع نفسه. قل للمؤمنين، شوف الأسلوب، الله جل وعلا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أخبر أهل الإيمان، قل لهم، ماذا أقول لهم؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأنه إذا ما غض بصره، لأنه إذا ما حفظ العينين لن يحفظ الفرج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وإذ أطلق لعينيه العنان، كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشار. اسمعوا قصة رجل كان يعمل مؤذنا في زمان قديم، يعمل مؤذنا، وكان الأذان في الماضي يرقى الرجل على سطح المسجد، أعلى المسجد، ويؤذن. ما عندهم سماعات وميكروفونات وغيرها مثل اليوم. وكان كلما رقى سطح المسجد نظر إلى بيت من البيوت فيه فتاة، كان ينظر إليها ويمتع ناظريه بها حتى تعلق قلبه بها، مع أنه يؤذن لكنه لم يغض بصره، لكنه ما اتقى الله في نعمة العين. نزل الرجل يوم من الأيام فطرق الباب على ذلك البيت، فخرجت تلك الفتاة فقال لها: أريد أن أتزوجك، أريد الزواج منك، أنا أحبك، أنا أعشقك. فقالت له: لا يمكن. قال لها: لما؟ قالت: أنا لست مسلمة، نصرانية. قال: وماذا في الأمر؟ لا بأس. قالت له: لا تتنصر، وإلا لا يقبل أبي بالزواج. قال: هو ذلك. فترك دينه ودخل في دين النصرانية، ارتد ودخل على البيت ليتزوجها، فسقته من الخمر فشرب، وأكل من الحرام وشرب من الحرام، وكان يرقى على سطح منزلها يوم من الأيام وهو ثمل سكران، سقط من أعلى المنزل وهلك الرجل وزهقت نفسه على غير دين محمد عليه الصلاة والسلام. بدأ الأمر بما؟ بنظرة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. بعض الناس في الإنترنت مثلا يدخل على مواقع يقلب ناظريه، سر ناظريه ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. بعض الناس يقلب ناظريه في الإنترنت مثلا، يقلب عينيه في صور محرمة وصور خليعة، أهم شيء ما في أحد يشوفه، ما في أحد يراه. ألم يعلم بأن الله يرى. بعض الناس يروح الأسواق، يذهب إلى الأسواق، يتجول في الأسواق يمنة ويسرة، ويشاهد هذه وينظر هذه الصورة ويتمتع بهذا المنظر ويفعل كذا وكذا. يا أخي الكريم، هذه العين سوف تسأل عنها يوم القيامة عند الله جل وعلا، سوف تنطق وتشهد عليك عند الله جل وعلا يوم القيامة. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد، البصر، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله، استحي، لا تقل ما في أحد يشوفني، استحي من نظر الإله، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم، سوف تسأل عينيك عند الله عز وجل يوم القيامة. جعل الله عز